لفاطمتين أنوح فلا تلوموني تلوموني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين اصطفاهم ربهم واجتباهم واختارهم على علم على العالمين، والبراءة من أعدائهم من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ حفظه الله أشار إلى هذا الصنف من البشر وما بلغوا من القساوة والغلظة التي فاقت كل ما نتصوره، ولكن حقيقة بالرجوع إلى بداية الأمر في الصدر الأول وما عاناه النبي وأهل بيته صلوات ربي وسلامه عليهم، نجدهم أول من جنى ثمار هذه الغلظة وهذه القساوة، سواء في موقفهم بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله والهجوم على بيت النبوة، وذلك ربما كان يوما واحدا أو بعض يوم في بعض الروايات من دفن رسول الله، ولو أحرقوا لطالت النار قبر رسول الله، لأن ما بين القبر وبيت الزهراء بضع خطوات ليست كثيرة يعني. فهذه القسوة يا إخوة إذا تتبعنا آيات الله سبحانه وتعالى في آخر ما نزل من القرآن وهي سورة المائدة، نجد أن الله قد بين لنا بأن هذه الغلظة والقسوة هي نتاج طبيعي أو أثر طبيعي، أثر وضعي، أثر تكويني لمن ينقض العهد و يكفر النعمة. لو قرأنا سورة المائدة نجدها بدأت بالتذكير بالوفاء بالعقود. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلى آخر الآية. فكيف يحل للمرء مطعم ومشرب إذا لم يوفي بالعقد؟ أوفوا بالعقود أولا ثم أحلت لكم. ورد عن الإمام الجواد عليه السلام أنه قال: عقد لهم رسول الله ولاية علي عليه السلام 10 أو 9 مرات، والاشتباه مني، بعدها الآيات في سورة المائدة تتكلم عن يوم الغدير، اليوم الذي أكمل الله لنا ديننا فيه. هذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الدين الذي هو دين كل الأنبياء من لدن آدم إلى الخاتم صلى الله عليه وآله،
لم يكتمل إلا في يوم الثامن عشر من ذي الحجة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إكمال الدين معلوم، إتمام النعمة وهي نعمة الله، وأتممت عليكم نعمتي، إتمام النعمة حصل في هذا اليوم. وهناك في السرد القرآني فارق بين الإتمام والإكمال. الشيء الذي لم يكتمل أثره باق بقدر ما حصل منه، نعم ناقص ويحتاج إلى اكتمال، ولكن أثره لا ينتفي في القدر الحاصل. يعني مثلا مثال في الصيام، الله تعالى يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إنسان لم يكمل العدة، لم يصم رمضان كله، صام 25 يوما، بقي عليه 5 أيام، هل بعدم صيامه 5 أيام يفسد صيام 25؟ لا. الشهر الذي لم يكتمل أثره باقي، صيامه صحيح، ولكن عليه أن يكمل العدة. كذلك مثلا في الحج، الله يذكر سبحانه في قضية من لم يملك الهدي، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. لكن إذا صام 8 وبقي عليه 2، أليست 8 أيام التي صامها صحيحة أم لا؟ بلى صحيحة، لكن يكمل. هذا بالنسبة للإكمال. أما الإتمام يختلف، الشيء الذي لم يتم لا يترتب أثره، أبدا لا يترتب أثره. ولنبقى في الصيام نفسه، نجد الآية تتكلم عن الصيام، تقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إنسان ما صام إلى الليل، صام إلى قبل المغرب ب10 دقائق ثم أفطر، هل يحسب له صيام؟ هل نقول يقضي 10 دقائق في يوم آخر؟ أبدا. الصيام إذا لم يتم فليس بصيام، لا يترتب أثره. وكذلك النعمة، وأتممت عليكم نعمتي. النعمة إذا لم تتم فليست بنعمة. كيف؟ أليست الصحة والمال والولد وكذا نعمة والقوة؟ نقول هي دائما نعمة أم قد تكون نقمة؟ يعني المال إذا كان يذهب بصاحبه إلى جهنم والعياذ بالله، هل يسمى نعمة أم نقمة؟ النعمة لا تكون نعمة إلا إذا كانت في إطار وتحت غطاء مرضات الله سبحانه وتعالى. الولاية الإلهية إن لم تكن متوفرة فليست النعمة بنعمة. وأتممت عليكم نعمتي إضافة إلى الله سبحانه وتعالى، ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد أن بين المولى سبحانه وتعالى شأن هذه النعمة وخطرها، يذكرنا بها في نفس السورة، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا
وأطعنا. بخن بخن يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل، سمعنا وأطعنا. يذكرهم الله بهذه النعمة وبالميثاق الرباني. ونعلم بأن يوم الغدير اسمه في الأرض يوم الميثاق المأخوذ، وفي السماء يوم العهد المعهود. فهو يوم الميثاق، الله يذكرنا بالميثاق الذي أضيف إلى رب العزة وميثاقه. ثم بعدها يضرب الله لنا مثلا في نفس السورة بما جرى من بني إسرائيل، يقول: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. إذن ميثاق بني إسرائيل يشبه الميثاق الذي أخذ على هذه الأمة، تتعلق بالاثني عشر إمام، ونقيب يعني رئيس، يعني ضمين، يعني الذي ينقب ويكشف ويبين الحق ويهدي الناس إليه. وهذه من وظائف الإمامة. ولذا ورد عن ابن مسعود في الكتب الستة أنه سئل عن عدد خلفاء هذه الأمة فقال: بعدد نقباء بني إسرائيل 12. فالله يذكر ميثاقا لبني إسرائيل أخذه الله. نلاحظ يا إخوة هنا فارق كبير بين إمامة بني أئمة بني إسرائيل وإمامة محمد وآل محمد. فارق بين مطلق الإمامة من جانب والإمامة المطلقة من جانب آخر. فارق بين ميثاق أضيف إلى بني إسرائيل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، ميثاق مضاف وبني إسرائيل مضاف إليه. فيما يتعلق بمحمد وآل محمد: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه، ميثاق الله. المضاف يكتسب تشريفه من المضاف إليه كما يكتسب تعريفه منه. وما أضيف إلى بني إسرائيل خلاف ما يضاف إلى أشرف موجود وهو الله سبحانه وتعالى، إلى أصل كل وجود، غاية الجلال وغاية الكمال والجمال، منتهى الجمال وغاية الجلال. أضيف إلى الله وميثاقه. ولكن لو بقينا مع بني إسرائيل يقول الله تعالى بعدها: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. يترتب على نقض الميثاق أولا اللعن، لعناهم. ثانيا: وجعلنا قلوبهم قاسية. في أقسى من هذا؟ هذا القتل والحرق والإجرام الذي لم يبلغ يعني أحد قريبا منه على ما نسمع ونرى. وجعلنا قلوبهم قاسية. نقض الميثاق يترتب عليه هذا، قسوة القلوب، أشد قسوة من الحجارة والعياذ بالله. بعد: يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني يحرفون كلام الله
عن مواضعه، يحرفون كلام رسول الله عن مواضعه. الآية يرونها لهم وهي عليهم، الحديث يحذر منهم وهم يرونه في صفهم، إلى غير ذلك. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ذكروا بماذا؟ واذكروا نعمة الله عليكم. النبي في الأحاديث التي يرويها إخواننا أهل السنة في مواضع كثيرة، حديث الثقلين، لما يروون ما قاله رسول الله في أهل البيت يقولون بأن النبي قال في الثقل الثاني، يقول: وعترتي أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، ثلاث مرات في أكثر الروايات، ثلاث مرات يذكرهم، والله يقول: واذكروا نعمة الله عليكم ونسوا حظا مما ذكروا به. فلا نعجب أنهم ابتلوا بفعالهم وجرائمهم وضلالاتهم التي نشأت من نقضهم العهد، يجعلهم الله أشد قساوة من الوحوش، وقلوبهم والعياذ بالله أشد قساوة من الحجارة ونحو ذلك. فنحن لا نعجب، هذه الظاهرة نتيجة لنقض العهد ونتيجة لكفران النعمة التي أتمها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة في بولاية النبي وأهل بيته يوم الغدير. وأول من عانى وذاق هذه القساوة بعد رسول الله كان الزهراء عليها السلام وأمير المؤمنين والحسن والحسين. والعجيب أن هناك رواية عند رواها بعض علماء السنة على ما أذكر، يذكرها السمهودي في وفاء الوفاء، وهذه الرواية ظاهرها أن الزهراء قتلت، حتى أن الشيخ الأمين يذكرها ولكن ليستدل بها على شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام في بحث له كأن اسمه سيرتنا وسنتنا وسيرة النبي وسنته أو نحو ذلك. والرواية تقول بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في بيت الزهراء وكان معه الحسن والحسين وأمير المؤمنين والزهراء، وكان مسرورا في حديثه معهم، فلما أذن للصلاة انفتل ليصلي وبكي بكاء شديدا، فلما سأله أبو عبد الله عليه السلام قال: يا جده يا جده يا رسول الله، ما يبكيك؟ لما تبكي؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بأن جبريل أتاه وأخبره، قال: وأخبرني بأنكم قتلى ومصارعكم شتى. هذه قتلى لمن؟ للحسين وللحسن ولأمير المؤمنين وللزهراء. هذا نص عندهم بأن الزهراء قتلت عليها السلام.
السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد.